بكل الطرق والأساليب التدميرية سعت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلى تجريد مدينة تعز من مقومات بناها التحتية. ركزت بشكل أكبر على المرافق والمنشآت التي يعد تواجدها ضرورة ملحة وملامسة لحياة المواطن اليومية. انطلقت ميليشيا الحوثي والمخلوع عند اجتياحها المسلح لمدينة تعز من منطلقين رئيسيين. تمثل الأول بتبني عملية عسكرية واسعة، فيما ذهبت في المنطلق الثاني باقتحام المنشآت الحيوية والحساسة وتوقيفها عن ممارسة مهامها. ترجمت ذلك من خلال اجتياحها المسلح لمبنى إدارة شرطة السير. شرطات السير كجهاز إداري وجهاز التابعة لوزارة الداخلية في محافظة تعز، تابعة لشرطة دارة الشرطة العامة في دارة محافظة تعز، من الأجهزة المهمة التي تقدم خدمات للمواطن وتعمل على ضبط بعض الأمور خاصة يعني بما يتعلق بتنفيذ قانون المرور والمهام الموكلة من قبل القانون. شرطة السير هي واجهة النظام لأي بلد فضلا عن بلادنا، يعني بلادنا بحاجة إلى أن يكون شرطة السير هي المدعومة وهي المسنودة وهي التي يجهز لها كل شيء لإثبات النظام في الطريق وفي الأزقة والحواري وفي على الخطوط الطويلة وداخل المدينة وفي الإدارة قبل كل شيء لتسهيل أمور الناس. عندما دخلوا الإدارة يوم أذكر كنت أنا مستلم في الإدارة، كان عندي استلم في الإدارة، خرجت البوابة أدري وهم قد دخلوا، وقفت اثنتين مدرعات، واحدة تابع قوة الأمن الخاصة واحدة تابع الحرس، دخلوا بالرشاشات المعدلات والبوازيك على طول، لا استأذنوا ولا حاجة ودخلوا الإدارة، أعطوني المباني ولذلك الوقت أعتبروها سجون عسكرية. وأتوا إلى هنا على بزي الشرطة العسكرية، فجأة ارتدوا زي الأمن الخاص أو كذا وغيروا خلاص، بعدين قالوا لنا أنتم بدأوا يتلفظوا علينا وبدأوا كذا وأغلقوا الإدارة وأغلقوا المكاتب، وأنه خلاص يعني حكم الاستيلاء على يعني لم نفاجأ بهم إلا عندما قالوا بأنه خلاص لا أوقفوا العمل وأوقفوا كل شيء وأغلقوا الإدارة. فقال شرطة السير عندما يقف في الشارع يعني كان مظهر الدولة. طبعا لما دمرت احتلت تعز من قبل الميليشيات فرغ الجهاز الامني بالكامل من مضمونه والناس انصرفوا من اعمالهم وصار الميليشيات اللي تحكم، تمام، ادى الى انه خلق الفوضى.
طبعا احنا طبعا لذلك اصحاب يعني رجال الشرطه السير انسحبوا تمام، سبب انه نوع من الفوضى المروريه. ادركت ميليشيا الانقلاب اهميه موقع مبنى اداره شرطه السير بعد اجتياحه، لذا سعت الى تكثيف تواجدها والاستفادة من مساحته الشاسعة في تخزين أسلحتها وجعله مركز إمداد لعملياتها العسكرية باتجاه الجامعة غربا وقصف الأحياء السكنية في شمال المدينة ووسطها. الإدارة بحوشها وموقعها الاستراتيجي مطل على خط الجامعة، على خط الحصب، خط القاهرة والمدينة، يعني موقع استراتيجي هام. اعطلوا الإدارة واعطلوا المباني بالرشاشات والقناصات وحولوها إلى ثكنة عسكرية لتخزين الأسلحة والانطلاق للقيام بالعمليات العسكرية ضد رجال المقاومة وضد أبناء تعز. تواجد الميليشيا في إدارة شرطة السير شكل مصدر تهديد للمدينة من خلال تزايد حالات القنص وقصف الأحياء السكنية، إضافة إلى إغلاق خط الجامعة الدحي، ما جعل المبنى هدفا مباشرا للقصف الجوي من قبل طيران التحالف العربي. الميليشيات أول يوم دخل الإدارة أنا أعتبر الإدارة مدمرة. ليش؟ لانه انتم سببتم انكم هنا استخدموا قاعده عسكريه معرضه للضرب تمام، استخدمتوها لضرب الاخرين، لضرب رجال المقاومه، لضرب المواطنين، لمحاصره المواطنين في الشوارع الخلفيه، لقطع الطرق استخدمتوها طبيعي ان تكون موقع عسكري، تتحول الى موقع من موقع تابع للشرطه المدنيه الى موقع عسكري محض. عملنا كما قلت لك معروف، لنا علاقة بأي نزاع سياسي، عملنا خدمي ولا نهدد أحد ولا يوجد عندنا ما يهدد، لم يكن عندنا لا مجاميع ولم يكن عندنا شيء ولم يكن عندنا هدف حتى أنهم يدخلوا الإدارة. لم تكتفي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بتعريض مرافق المنشأة للقصف، بل زاد نهمها وبشكل أكبر، فذهبت بحملة سطو ونهب طالت كل مقدرات بناها التحتية. كارثة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، تضررت بها الإدارة، تضرر بها الموظف، تضرر بها المواطن. يعني هذه إدارة كانت تؤدي خدمات قليلة للناس، شلوها شلل فظيع. يعني الآن كما ترى، يعني دمرت العنابر يعني سكن الأفراد، دمر الإرشيف فيه أموال وممتلكات الناس، المطبوعات أخذت، الأجهزة أخذت إلى غيره. ما كانت موجودة داخل الإدارة من سيارات من أثر القصف ومن أثر الضرب تدمر تقريبا، والتي لم تتدمر أخذها الحوثيون في طقومات، معنا طقومات للتعقيب للخدمات كذا، ونشات باصات للأفراد لنقل الخدمات إلى الشوارع وإلى الجولات، ودراجة نارية، مطردات نارية للتعقيب. هذا طبعا تقريبا يكون بتدمر، وما لم يتدمر أخذه.
ما كانت إدارة شرطة حسين مليئة بالمعدات، مليئة بالدوريات، مليئة بممتلكات المواطنين، 100 سيارات، فدمروا كل شيء. أطلقوا يعني هم من أنفسهم أفرقوا عن سيارات كانت عليها يعني دمام للناس، عليها أفرق عنها من داخل الإدارة. معضلة أخرى تسببت بها الميليشيا في هذه الإدارة حين ذهبت لنصب آلياتها العسكرية بجوار الإرشيف وجعله عرضة للقصف الجوي. تناثرت على إثره ملفات الوثائق في كل مكان، أتلف منها ما أتلف جراء القصف، فيما الجزء الآخر أتلف جراء تركه عرضة للأمطار وعوامل التعرية لمدة عام. الضربة كانت مباشرة بمبنى الإرشيف، دائرة تدميره، وإلى إتلاف وعدد كبير من الملفات ومن وثائق الناس ومن وثائق المواطنين، باعتبار الإدارة تحتوي على وثائق خاصة مهمة جدا بما يقارب 100,000 سيارة، 20,000، أكثر من 20,000 دراجة نارية كانت مرقمة وثائقها موجودة عندنا. فكان التدمير بدأ بالمبنى ثم انتهى إلى الآخر حتى وصل إلى أدنى شيء وهو القرطاسية. مع انه خروج الميليشيات من هنا، وقعنا نشوف انه في اشياء فقدت كثيره، في اشياء كثير فقدت من الملفات حق الناس، ترتيبهم ومن كثير، يعني قاعده بيانات لملمناها من جديد. ممتلك هذه حقوق ممتلكات الناس تقدر يعني بمليارات، مش بالقليل، يعني ليست بالقليل. هذا الارشيف، الارشيف دار شرطة السير محافظة تعز الذي تعرض للتدمير، تخريب، تلف، ما أدى إلى إتلاف ممتلكات المواطنين. هذا بيان جمركي، وثيقة من وثائق السيارة مهمة جدا للسيارة. هذا كارت ملكية السيارة، هذه ملفات. الحمد لله هذا ما زال الآن سليم، إنما ما قد تلف، الأشياء التي تلفت مشكلة للمواطن، سبب مشكلة للمواطن، سبب مشكلة لنا احنا كإدارة، وكل هذا بسبب دخول الانقلابيين لهذه الإدارة وتخزينهم الأسلحة واستخدامها موقع عسكري. ما كانش بالضرورة انهم يدخلوا هنا، هذا المكان ما كانش بالضرورة يدخلوا، مكان الشرطة، احنا شرطة مدنية، وهذه الممتلكات وثائق الناس. من منظور آخر سعت ميليشيا الانقلاب إلى إحداث إرباك أمني في المحافظة من خلال تعريضها لأرقام السيارات المسحوبة والتي كانت بحوزة الإدارة لعمليات النهب والسرقة، واستخدامها لتنفيذ أعمال تزعزع الأمن والسلم بالمحافظة. عندنا في تعز كان خلاص ما عاد كان الرقم الدراجات النارية فقط، كان معنا لوحات خاصة بالسيارات المسحوبة، تسحب أنت تشي تسحب أنت تشي رقم مثلا من عدن أو من صنعاء أو من حجة، تجي هنا تسلم الرقم الأول تسحبه عندنا، وبعدها ندي لك ملفك تروح ترقم في جهة أخرى، كان يتم تخزينها هنا حتى يتم التعامل معها في الإدارة العامة. هذه اللوحات نهبت،
عندما الآن تؤخذ لوحة معدنية وتلصق على وتوضع على سيارة ليست مرقم ليست مسجلة ولا معروفة لمن هي، هذا يعد يعني يؤثر على المنظومة الأمنية بشكل كبير وعلى السلم. ممكن يرتكب أي شيء ويلصقها بصاحبها الحقيقي. استطاعت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من خلال عبثها بإدارة شرطة السير تعطيلها تماماً، وذهبت لتفعيل مركز الإصدار الآلي في الحوبان، وحولت إيرادات هذه الجهة لتمويل عملياتها العسكرية. الإصدار الآلي في الحوبان ما زالوا الآن يصدروا أرقام، يجددوا وثائق، يجددوا يصدروا رخص قيادة، تمام؟ هذه إيرادات كبيرة جدا. باليوم ممكن تصل باليوم الواحد إلى يدخل في هذا المرور فقط إلى مليون ريال يمني وأكثر، تمام، في اليوم الواحد. هذه الإيرادات أين تذهب؟ تذهب إلى الإنقلابيين يشتروا بها الأسلحة ويقصفون ويقتلوا أبنائنا ويحاصروننا. ليش هذه الإيرادات ما إحنا عندنا الإمكان إن إحنا نسحبها لهنا لتعز؟ بإمكان بأشياء بسيطة. قدمنا خطط وقدم دراسات، أرجو من الإخوة المعنيين أنهم يقرؤوها وأنهم يوافقوا عليها مشان نبدأ. لأكثر من عام منذ أن تحررت إدارة شرطة السير من قبضة الميليشيا، لا زالت غارقة بين الركام، تفتقر لأبسط المقومات التشغيلية. تحتاج الإدارة إلى كل شيء، بدءا من السيارة، المكتب، الكرسي، الجهاز الآلي، الكاميرات، الطابعات، الإصدار الآلي، كل ما يحتاجه الشرطة السير بالوقت الحاضر مفقود، لا يوجد شيء. الناس الآن مش من رخص قيادة، احنا مش قادرين نديهم رخص قيادة لأن ما فيش معنا إصدار آلي، احنا نطالب بإصدار آلي. الترقيم إن شاء الله بيتم، بنبدأ احنا خاطبنا جميع الفئات الاجتماعية، بدينا المخاطبات مثلا نخاطب أو بسوي عمل قيادة السلطة المحلية ثم الأدنى القيادة العسكرية قيادة كذا حتى نصل إلى المواطن العادي. والناس عندما يشوفوا الناس الكبار، الناس المسؤولين، الناس الكبار، الناس العقلاء، الناس الوجهات الاجتماعية، الناس قيادة الدولة، بدؤوا هم اللي يكونوا القدوة. صدقني ان الناس بيقتدوا بهم، بينقادوا، بتكون ان شاء الله سهوله. اضافه لانه بناء الاجهزه الامنيه والاجهزه العسكريه الاخرى المسانده، سوف تقعد الدوله ان شاء الله وتقف بقوه وتمارس مهامها باذن الله بحمايه المواطن وتطبيق القانون. بهذا الأسلوب التدميري أرادت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح السيطرة على مدينة تعز وإخضاعها. نجحت في تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، لكنها لم تستطع أن تفرض سيطرتها على أبناء هذه المدينة المسالمة.